اوكي نزيد والبيع بالشروط اطا اوكي نزيد نزيد كما كيسمعوا 3500 درهم اللي كاينه لحد الان الله يسخر لي زيد اوتار مني حقد اش ما يوقف كما سمعتوا السن ديالو الخوت ما بين 9 سنين 10 سنين اللي كاينه في قلب قلب البوم تمام تاع حريجي 12 عام مرحبا خاي عبد الزيد انت الاول اخي عبد الزيد انت الاول مش انت ما عرفت نهضروا ما عرفت نهضروا ما عرفت نطعم انت الاول الاول عبد الزيد ابراهيم على الصباح يا تعاود شكون شاري فيه انت الاول شاري عبد الزيد هز الكلمه انا ابراهيم الاول شركوا ابراهيم صبر ولادي اش كاين وزاد هضرنا نهضروا بزاف هضره ما نديروا بالهضره نيجي صرح من ها عجبك العود جيب له وخرج عنده انا قيمك الحق الهضره اللي كاينه كاينه اللي ما كاينش كاينه ما يقولوش حاجه اللي موجوده انت بدات تزينها لواحد اخر ما تزينش راسك بدات تزينها لواحد اخر كاين 70 كاين البارو كاين البارو نقول لك كاين والشروط تخط عبار هذاك الشيء عاود خرج ما تهضرش وشري مشراك مالك المشرك كاينه كاينه وحده قدام طلع نقرا ها انت اجي عندي الليل العود راه ساهل قلب كي دوي الله يرحم لك الوالدين العود راه وحده كاينه في العنقرة راه صغيره قلب انت اكيد انا قلبتها انت مش عارف شنو نوريها لك 3500 درهم اللي معطيها مولا فاكي الزيري شي حقك شي حيافر كيف هاتكي الزيري واش هتبيع كان العود هذا ضربني مار الليل كيف هاتدي الزين ولا تعدي الزين مالك شوف هنا اجي كل شيء اللي بغيتي فاصل خاوي كان الزين واش عطاوك هنا 70 ألف حبيبي كاين 70 ألف راه فهموا عنده ما خليناش في الدار راه فهموا تيجي معاه مالو تيبقى واه شتي دابا قتلتيني كما كيشوفوا كيطلع السن ديالو وخرج عاودك راه شديد الفلوس والفلوس ماشي ديدكش بها دوز معايا التامر وجر العود دوز معايا التامر ها دوز معايا التامر وخرج عاود انا نخلص ودي عاود تجيب لي نهار الخميس ديالا هو دوز معايا التامر صافي الله يرحمه غادي نسمينا راه القنبه واي واش هاد القنبه شد القنبه ورسا خلي الزعر راه باقي ما شاريش مني راه تيتختل ليا صادق الله ورانا بعت لك وصادق الله انا بعت لك والله تا هذيك عاود والله يا رسوم تعاود مليحه صافي شد هضرها عاود مال والله شكون عمرو ولا يقول لك نقول لك خرج تعبر خرج تعبر واش كاين الخير خرج تعبر تفرج دوز معايا الثمن واو الزهر ما عندي كاريه كاريه ما نشد منك خرج الثمن ديع لقيت شي حاجه قليله بيناتكم الفلوس ما تخلصوش وصافي هو دوينه هضرنا انا وياك باش نهضروا بزاف ما بقاش نهضروا بزاف هضر تعريفي ما دار لا ما حبيبي
اش كاين؟ لا هذاك التسوى ما كاينش. ما شوف هذا شوف هذا الشكل هذا ما نقولهاش. علاش هذا؟ كان بيه شرا راه بلاصتو. الدنيا هانية. تعطيك عون. زين هذا زين. كاين زين خيط. كاين زين. ايوا راه كاين المليح. إما سمعنا خويا 3500 درهم اللي مازال إن شاء الله علاش لا؟ وسيدي حميدة قريب عمر وسيدي حميدة إن شاء الله لا سخر الله لا سخر الله لا سخر الله راه عمر وسيدي إبراهيم لا سخر الله فتيقولوا حتى سيدي عبد العزيز هنا واقيلا غير عمر قالوا ولكن باقي ما كاينش باقي ما كاينش حاجة تلاقين مالو كله وطا تبارك الله خير خوا الدنيا كلها ما بقات لا بلاد جماعة ما بقات لا بركة خو سير حرك من غابة دابا راه وطا الوطا إيوا فيما بغات تشي تحط دابا عاد زيان دابا والحاج ديال تعاود الحاج اللي غادي يحاول يبيعهم كما كنشوف خوك مازال 3500 درهم ديال الحاج كان الحاج مال كان هاك ها عاودوا فلوس ها كديروا واش عاد يا مالك ها تشوف الزينه الدنيا تبارك الله ورش ورش مالك دوز الثمن ومرحبا ودوز معايا الثمن انا ما نديك والله ما نديك شي انا نخلص انا نخلص سيدي العم صح هيدا ايوا لا هاي هذاك ما شاريش معايا هذاك داك راه مولف يدير الجنويه راه ماشي سنه الجنويه ديالها ها سي الحاج لا بغينا ندوك البارود شراطين قطان اعطيني 70000 اش شنو نمشي باش نمشي شي مخطية بس ما تحطنيش بس ما تحطنيش الا بي قالك بيعني قالك بيعني شو انا بقى انا وزاد الثمن ما تنبيع لك خلي له خلي ما نمشي الهضره ما كاينش كنا نهضر كي نرجعوا للون نقولوا شي حاجه نقولوا شي حاجه اللي صحيحه ها تنبيك على عاود عور وتا تبيك تخلص تقلب عاود هذا ما دير ليه صحيحه كاينه صحيحه وكاينه صح انا ما نخلص هاد العود انا نخلصو يدي العود انا ما تجيب لي الفلوس مزيانه دوز معايا الثمن نخلصوه ما عنديش مشكل واش انا نقول ونطلبوا داك الشيء اللي تقول انت نطلبوا الله الله يسهل المسلم انا فايت الكاس خويا انا فايت الكاس شي راه كاين وصل 70000 هاد الناس عطيني 50000 و 90000 كاين 70000 وكمل الباقيه واش وكاين 20000 دابا يكملوا الباقيه كايناش كاين راه كاين واش هذا صحيحه وكاين صحيحه وكاين كلشي شوف حبيبي كما سمعتي معنا الخوت 70 اللي كاين جاو شي ناس عطاو 50 نزلوا لي 1000 درهم كاين المعطق ديال 70 وكيقول ثابت الله يسخر الله يفدك كيدير بخير هاني صح مزيان كما كتشوفوا مازال كيتفاهموا معاه ليه الله يسخر لهم الله يجيب لك تيسير العبد كتشوفوا هو هذا خوت 70000 ريال اللي عاطينو والله ما نخليه يكون بدني شي حاجه نبيعوا ليه الصباح
كما كنشوفوا العود غادي يدوز ان شاء الله. غادي دخلنا معك والله ما خلى هذا الراجل يدي راني شان ما شوف راني جاوا راه راجل نقول اه ديما تيسير ديما تيسير الله يسخر سيره هيدا عطيك زيد كما كنشوف العود تاع عبد العزيز الله يسخر ليه اللهم فيك الله يسخر ليه والله يجيب ليه تيسير 3500 درهم غادي نشوفهم ان شاء الله هنا في العبار غادي نبارطاجي معكم هذا الفيديو ديال المحرك تبارك الله كما شفتوا معنا الخوت كيطلبوا بإعادة هذه كان معطي العود ديال 3 ملايين 40 لطاطات بالوريقات ديالو الدهم